تسير مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو الاعتماد على الانتاج الوطني وبشكل تدريجي في مجال الأمن الغذائي والزراعي، ومن هنا حرصت شركة دلمول للدواجن على رفع مستوى الانتاج وتوفير كافة منتوجات الدواجن في الأسواق المحلية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، إلى جانب مساهمتها في توطين الأيدي العاملة البحرينية التي وصلت نسبتها إلى 97%. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تماشيا مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تأمين الأمن الغذائي واعتماده كمنهج وطني، وضعت شركة دولمون للدواجن خارطة طريق واضحة لبناء استراتيجية متكاملة، وذلك لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وقد أطلقت جائزة المربي المتميز لتحفيز المربيين في تطوير مزارع الدجاج اللاحم التي ستسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع جودة التربية لدى المربين. هذا وتواصل شركة دولمون للدواجن في ظل جائحة كورونا بفضل تعليمات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا ودعم الحكومة الموقرة في تلبية 50% من احتياجات السوق المحلي من الدجاج الطازج والمساهمة في توفير متنوع منتجاتها. بحسب توجيه جلالة الملك بإنشاء مشروع استراتيجي للأمن الغذائي وإنتاج الغذاء، يعني احنا من الشركات الرئيسية التي تنتج هذا المنتج اللي نسميه اللحم الدجاج الطازج للمستهلك. احنا بجانب الدجاج الطازج في عندنا البرجر، اللحم المفروم، النوغتس، أشياء متكونات أخرى كلها موجودة في السوق. الموظفين اللي فيه البحرينيين يشكلون حوالي 97%. احنا نغطي 50% من المنتج الطازج. منتجنا الطبيعي 100% معتمد على إنتاج علف احنا ننتجه ونعرف شنو مكوناته، اللي هو الذرة الصفراء والصويا. رئيس مجلس إدارة شركة دولمون للدواجن أكد أن خطط الشركة التوسعية تأتي في ظل اهتمام جلالة الملك المفدى حفظه الله في تحقيق الأمن الغذائي وتقديم منتج يتمتع بالجودة العالية ومستوى صحي آمن وملائم للسوق المحلي. الشركة تكونت على فكرة أن توفير جميع مستلزمات إنتاج الدجاج اللاحم. أول شيء بنينا مصنع للعلف، نزودهم بالعلف، سوينا مفرخة نزودهم بالصوص، وفي نفس الوقت سوينا عندنا مسلخ وتعبئة وجميع المستلزمات التي نستطيع أن نوصل هذا المنتج الحيوي الرئيسي للمستهلك. طموحاتنا عندنا نشتغل على مشروعين أساسيين. مشروع هو الدمج بيننا وبين الشركة العامة للدواجن، هاي واحد. الشيء الثاني مشروع إنشاء مزارع الدجاج اللاحم وتربية الدجاج مع الهيئة العربية للاستثمار. كل هذه سوف تؤدي إلى أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدجاج اللاحم في البحرين. هذا وتسير مملكة البحرين بخطى ثابتة نحو الاعتماد الذاتي بشكل تدريجي في مجال الأمن الغذائي والزراعي لما له من مردود اقتصادي يتوافق مع المشاريع والصناعات المستدامة، فالمضي قدما نحو تنفيذ هذه المبادرات في ظل هذه المتغيرات التي تشهدها الحياة اليومية. هذا المشروع الاستراتيجي المتكامل سيسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي المستدام لمملكة البحرين، نظرا لإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي الكافي من خلال تنوع منتجاته، والذي سيكون له المردود على الاستقرار الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. أخبرنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين.